الظروف. ماذا أسمعك؟ زين. بقول الظروف، الظروف جبرتنا أي وقذفت بينا أن نتعامل مع بعضنا فيها في مكان مثل هذا المكان. أي أنا مخلص في التعاون مع المحكمة ومع رئيس المحكمة وكل هيئة المحكمة والدعاة العام. رغم قناعتي ومعرفتي بعدم شرعية هذه المحكمة. فنعم سيدي أرجوك. مقبول كلامك مقبول. لا يعني هي المحكمة مقبولين عليها. فأنا ما أريد أزعجك بهذا الكلام، ولكن نعم. أريد أجي على نقطة. وضح العبارة اللي قلت لمحكمة شنو؟ محكمة؟ لا قلت عبارة محكمة. قلت المحكمة لأن غير شرعية. أبوها يعني لا اسمح لي. أنت أمام محفل قضائي. لا اسمح لي. أنت متهم أمام واقف أمام هيئة قضائية. سيادة القاضي، سيادة الرئيس، اسمح لي بس. يعني أنتوا أطلب منك النطق بعبارات. سيادة الرئيس. عبارات في حدود اللياقة. سيادة الرئيس، بس صبرك علي. يعني بس صحح تعابيرك تكون في حدود السياق اللياقة. ما أسمح لك بالتجاوز على محكمة وعلى أي شخص كان. سيادة الرئيس أرجوك بس اسمح لي. أنت تستعمل أسلوب وياي مثل واحد يقول لا إله، رأسا يقول له كفرك. بدون استطراد ادخل بالموضوع دون استطراد. تفضل. هذا أسلوبك سيادة الرئيس ترى أسلوب عسكري، وأنا رجل مو عسكري. والمحكمة حسب معرفتي أنه محكمة مدنية ليس عسكرية. فأرجو يكون صدرك أوسع وقلبك أكبر وتنطي مجال لنا. ونحن سيادة الرئيس في نفس الوقت نحن ناس سياسيين وليس مجرمين، ولا أمام معادلة رياضية لجمع الأرقام. نحن أمام الله وأمام حالة لعموم الوطن. أنا أتكلمك على نفسي ورفاقي أعتقد أيضا نفس الاتجاه. أنا لما أتكلم أنا لا أدافع عن برزان تفريق مطلق، لأنه أنا مقتنع ومؤمن وقلت بهذا الكلام للرفيق الأستاذ الفاضل الشجاع السلفة اللي أنت أخذت مكانه. قلت له هذا الكلام، قلت له أنت أنا ما أخذت مكانه، هذا إجراء إداري متعلق بأوامر المحكمة. سيدي حسن ألفاظك. لا حول ولا قوة. حسن ألفاظك. يا سيدي ما خليك ما أسمح لك. When I said you have replaced him, I did not mean you have confiscated that precious and valuable place. Because I, in this world, I'm God, I don't want you to sit there. I don't know you. The judge, get to the point. Get to the point. لازم أنا أجاوب. The judge. أنا أتمنى لك كل الخير، رغم أنه أول مرة أنا ألتقي فيك. أنا متعاون 100% مع المحكمة، رغم عدم شرعية المحكمة وعبرت عنها أنه هي بنت زنا. وخليني أتفسر لك. أنا ما أقصد أنه بالمعنى العامي المعروف. أنت أدخل بصلب الموضوع، شو لك بهالتفاصيل ومنا دون مالية. أنا هاي التفاصيل الموضوع. يا سيادة طلباتك شنو؟ طلباتك ثبت لي يا طلباتك. أنا لما أتكلم أنا لا أدافع عن برزان تكريت إطلاق، لأنه أنا مقتنع ومؤمن وقلت بهذا الكلام للرفيق الأستاذ الفاضل الشجاع السلفة اللي أنت أخذت مكانه. سيدي حسن ألفاظك. حسن ألفاظك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسن ألفاظك. دقيقة خلي يحضرون المحامي من مكتب الدفاع. لا مرفوضين. نرفض المحامين. مرفوضين. احنا دنطبق نص القانون. هذا حق.
هذا حق المحامي وكلاء دفاع حضرتك، هذا حق المتهم. شوف جنابك قمت في القانون قلت اخي اسمح لي، احنا شلنا بالامريكا قلت بالامريكان، يعني احنا بهالقاعة احنا امام محكمة عراقية بقرار عراقي لا مو بقرار عراقي، بقرار امريكي. لا ما ابو قرار لا قرار امريكي هي وقانونها. بعض متمرسين واعرف من فضلك متمرسين، انا متمرس 35 سنة ادير حقوقكم، 35 سنة تمام ادير حقوقكم ومتمرس تمام، فكذلك ايضا افهم حقي وافهم حق الاخرين تمام. اذا توكيل عنا احنا نرفض نرفضكم، واذا تبقون اذا تبقون انتم اشرار. لا 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 ما نسمح لك. نعم هذا حقي يا اخي، ما نسمح لك. انت لا تجبرني انك تتجاوز، لا تجبرني لا تجبرني لا تجبرني، يعني هذا حقي. ما اجبرك بس ما نسمح لك تجاوز، هذا حقي. محكمة اخراجي من القاعة. انا اقول اخراجي، انا اطلع. لا تقول انت عراقي، العراقي يحترم الكبير بالسن. أنا 35 سنة أقودكم تقول أخرجوه، يعيب عليك. أنا قاضي، يعيب عليك. أنا قاضي وأنت متهم، أنا قاضي وأنت متهم، وأخللت بنظام الجلسة لا تقول خلال قضية.